لا وبعدين دكتور حمد مسألة مهمة عندما نناقش مثل هذه المواضيع أو المواضيع المرتبطة فيها. تفضل. في مسألة اللي هي غريبة أنه فيه كرة اليد تعرف كيف يتناقلونها ستة. نعم. ستة لعيبة. لا في ثلاثة لعيبة عندنا. وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، الوزارة اللي مرتبط فيها تعيين، يعني لو مثلا وظائف تعليمية مثلا وزارة التربية والعمل والمالية. صحيح. يعني وقص على ذلك. نعم. وكلها مشتتة ما ندري وين المشكلة بالضبط. يعني لماذا لا يكون هناك في عمل واضح؟ أيضا مقارنة بالدول اللي سبقتنا ومتقدمة عنا، هل هذا الشكل موجود عندهم هذا النموذج؟ هذا جيد. طبعا أنت تتحدث الآن سألي عن التوظيف الحكومي، مضبوط ولا لا؟ أنا ما أدري، أنا أعتقد يجب أن نؤمن أن الحكومة ليست هي المشغل الوحيد. الحكومة الآن تشبعت بالوظائف الحقيقية، يعني يجب أنا أرى أن لا نزيد بالتوظيف الحكومي مجرد نوع من النظام الاجتماعي الحقيقة. أنا في تقدير القطاع الخاص، ولو تلاحظ الآن القطاع الخاص الآن نسبة السعوديين فيها ونسبة الوافدين فيها لا تقارن الحقيقة، بينما في القطاع الحكومي موجود طبعا يعني غير أخوة وافدين لكنه قلة جدا في الواقع. تعرفون المثل يقول البرتقال ليس الفاكهة الوحيدة. أنا في تقديري القطاع الخاص هو الأساس. وخلكم مدام احنا الان في حوار صراحه، لا يقف امام السعوده الا بعض رجال الاعمال حقيقه، ومع الاسف تعرفون التهم الذين يوجهون للشباب، الذي يربح مليار لا يريد ان ينقص ريال واحد الحقيقه، بينما مثل ما تفضل الدكتور سليمان انه لو نظر انه هذا سلم اجتماعي، هذا استقرار، انت مع توظف ابن الوطن الحقيقه تنظر بنظره ابعد، ما تنظر انه ينقص لك مليون وانت تربح 100 مليون او 5 مليون وانت تربح مليار. يعني ما ادري، يعني انا ليس دفاعا عن الدكتور غازي قصيبي رحمه الله، أنا ما أدري، متشائم يا أخي. إذا الدكتور غازي بكل قدراته وبما جاءه من الدولة لم يستطع يأتي قرار، ثم في يعني قرار يعني وأبسط، يعني لا يوجد إلا يعني اللي إحنا عندنا خصوصية بيع المستلزمات النسائية عام 25 هجرية صدر، ومع الأسف لم يطبق. تعرفون ترى كان هناك جهتان وقف ضده، جهة بشهاد دكتور غازي قصيبي وشكرهم أقنعهم وذهب لهيئة الأمر المعروف، وذهب لرئيس هيئة الأمر المعروف مدري والشيء الغيث أو غيره، واقتنعوا وجابوا سلبياته ورأوا أنه فعلا توظيف النساء في بيع المستلزمات النسائية أفضل بكثير من يأتي رجال أو بعض الأخوة الوافدين بها الصدور المفتوحة يبعن النساء ملابس. والله يا أخوان رأينا كيف يعني يريها الستيان، يريها يعني أشياء مؤلمة. احنا عندنا برنامج اسمه قضية رأي عام، أتينا بمشاهد فيها قياسات، يعني أقول لك شفتها، يمكن شفت البرنامج. هذا واقع على الطبيعة، رح لأي سوق بالرياض الناحية اللي لا العقبة الواحدة. ترى الآن بصراحة أنا لا أقول الكل عشان نكون صادقين، رجال الأعمال وهذا المشكلة. لا بس دكتور في طرف آخر، يعني الآن تأنيث المحال النسائية ما أنثت، لا زال يبيعون فيها رجال. إيه ليش؟ لأنه هناك شيئين، هو يبغى يجيب واحد يعطيه طعمك 700-800 ريال ولا يوظف له السعودية ب 2000-2500 ريال. هذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم، هذا لا يريد الحقيقة، لا يريد مثل ما قلنا ينقص مليون. المدرسة الأهلية، خلي المدرسة الأهلية. ليس هذا السبب دكتور. أنا تفضل قل لي. أنا أبغى أضيف عن النقطة. أنا هذا والله فهمي. أنا أتفق إنه رجال الأعمال لا ينتظر منهم أن يبادر من أنفسهم، لأنه بالأخير هو يبحث عن ربحية، بالتالي لا نتوقع حتى لو كان هناك صادقين أنه من نفسه يبغى يفلل الأرباح. جميل. هذا في جميع الدول، سنغافورة، كوريا الجنوبية، الهند اللي تعتبر من أفضل الدول في الموارد البشرية، تأتي وتفرض سياسات عامة public policies على أي تاجر أو رجل أعمال أو مستثمر محلي أو أجنبي. هذه سياسات عامة، وإذا أخلفت العقاب رادع، ليس فقط لهذا المستثمر ولكن لألف مستثمر وراء. إحنا لا يوجد عندنا نظام، والنظام قديم من عام 1963 لما جت لجنة الإصلاح الإداري وسوت في الوزارات، اشتغلت ما زالت القطاعات الحكومية تعمل كما قلت علي، إن وزارة المالية وزارة الخدمة تحتاج إعادة هيكلة، وأتمنى مجلس الشورى يأخذ هذا المشروع. صحيح. إعادة هيكلة بطريقة العمل، لأنه نظام قديم أكثر من 40 سنة عفى عليه الدهر. اثنين، حتى مع الأنظمة الموجودة لا يوجد عقاب،
بمعنى أنه في اللابيست أصحاب المصالح الخاصة، وش العقاب أنه توقف لي بس عامل مثلا مسجل بشركتين بالأخير 2000 ريال ولا 5000 ريال؟ إذا في أمريكا العقاب شيء خرافي، لذلك يوجد منافسة عادلة ولا أحد يتجرأ أنه يخالف. السبب يعرف أنه العقاب هذا قد يصل إلى درجة السجن، قد يصل إلى غرامة، يمكن أموال طائلة تطاله، وبالتالي الآخرين. إحنا مشكلتنا وزارة التجارة تعمل بشكل مستقل، تصدر من السجلات التجارية، مكاتب عقارية منتشرة، الريتيل اللي هو قطاع التجزئة شيء خرافي. طيب. أسواق عمل مختلفة مهمة. فضل. أنا أعتقد الحل ميسر جدا وممكن ويمكن يطبق وبحزم، ولا نستسلم للبي بعض رجال الأعمال مصالح خاصة. الحل عندنا وشو؟ امنع الاستقدام عن أي شركة. يطبق الدكتور غازي حاول الحقيقة، والوزارة الآن تحاول، امنع الاستقدام. هالصنبور الآن اللي لأنه همك تيسر الاستقدام، ليش أنا أجيب واحد شغله سعودي 3000 إلى 4000 ريال؟ الاستقدام التأشيرات وتجي كلا أنت هل والله لا نحتاج الغرامات؟ التاجر ترى لا تهم الغرامة، وأنا قلت مرة الغرامة محدودة، الغرامة التاجر مثلا زاد له أو غش له بسلعة أو كذا، تأخذ 5000 ياخذ بكرة 5000 مني ومنك كمستهلك. نعم. القضية أوقف الاستقدام. أنا على فكرة نظام الطاقات اللي الآن وهو ترى ليس جديد، يعني والدكتور غازي كانوا وضعوا وجات الوزارة الآن إن شاء الله، إذا لو طبق تطبيق حقيقي إنه الأحمر. طيب. ما الاستقدام، منع الاستقدام، هذا اللي سيحل. مو منع الاستقدام عند الشركة. نعم. التي لا توظف. نسمع. لا هذه فيها وجهة نظر، بس إحنا حكينا يا دكتور سليمان قبل فترة عن الكرت الأحمر والأصفر، تكلمنا إنه نطاقات. طيب. للأسف. طيب. إحنا مرة أخرى احنا بنروح حلول جزئية. نعم. في مشكلة حقيقة كبيرة، ودي منكم تعليق قبل أن نخلص، وهو حقيقة شيء مفجع طبعا. يعني في تصريحين، تصريح الوزير العمل قال في تصريح الصحفي الأسبوع الماضي قال أنه لا يملك حلول مشكلة البطالة، وقال أنها مشكلة معقدة. طبعا هذا واحد. التصريح الثاني اللي هو منسق توظيف خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين في وزارة التعليم العالي الدكتور عبد العزيز العريني، هذا انت بترد عليه؟ فهو يقول انه خلافه الصحفي اليوم المهنه في الملحقيه الثقافيه السعوديه في واشنطن في 25 مايو الماضي قال انه متخوف من وجود بطاله بين الشباب عند عوده المبتعثين الى البلاد، خصوصا ان عددهم يصل لاكثر من 120 الف طالب. يعني اذا هذا التصريحين احنا مقبلين على فتره صعبه. يمكن أعلق الله، فخلي ببدا من الأخير. فضل. تصريح الملحقة الثقافية المسؤول هناك، أنا سعدت عندما قرأت لوزير التعليم العالي الدكتور خادر العنقري قال هناك تنسيق تصريح مع الجهات التوظيف، وما جاء أن هؤلاء المبتعثون هناك لن تكون بطالة وسيجدون وظائف عندما يأتون يعودون للسعودية. أنا أتمنى يعني أن تصريح الوزير إن شاء الله في مصداقية. طبعا أنا لا أقول أن المسؤول بالملحقية يعني، لكن ربما نظرته يمكن فيها شيء من التشاؤم الحقيقة، لكن هذا لا يعني أنا أيضا لا أستطيع أن أقول كل ما سيوظف الحقيقة. نعم يعني. نعم. هذا تعليق على النقطة هذه. نعم. أنا أعتقد أن التصريح هذا ليس جديدا، لأنه فعلا هناك عدد من الآلاف رجعت سواء بكالوريوس أو ماجستير، ونسبة كبيرة منهم لم تجد عمل. وبالتالي تصريح الدكتور خالد العنقري هو من باب مسؤولية وزارة التعليم العالي، هي نسقت مع الجهات ذات العلاقة. صح. السوق العمل هي وزارة التعليم العالي، قد تستطيع توظف جزء منهم في الجامعات مثلا أو كذا. لكن أنا أتفق مع الدكتور حمد أيضا أنه يفترض أنه الحكومة من زمان لا توظف، يجب أن نركز أن القطاع الخاص يجب أن يوظف، هو النسبة الأعلى اللي حاصل أنه القطاع الخاص عمليا لا يوظف سعوديين. يجب أن نتعامل مع المشكلة حقيقة وبحزم، ونرجع للموضوع النقطة الأولى اللي ذكرها الوزير أنه المشكلة معقدة. المشكلة هي ليست معقدة، المشكلة أنه عندنا مشروع اسمه مشروع السعودة بدأ من أكثر من 20 سنة، للأسف إحنا لا نتعامل معهم كمشروع استراتيجي، ولا توجد جهة تشرف على هذا المشروع وتتابع المشروع، ولديها صلاحيات أن تفرض النظام وتعاقب. وزارة العمل لا تستطيع لوحدها أن تعمل شيء، ويجب أن لا نحملهم. أما أنه يقول إحنا نعمل هو وزارة العمل لوحدها، إذا لم يكن هناك مجلس أعلى وكان موجودا برئاسة سمو الأمير نائف. نعم. برئاسة سمو الأمير نائف عبد العزيز حفظ الله، إنه فعلا هذه مشكلة وطنية، مشكلة أمنية، مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، بالذات بين البنات أكثر من الأولاد.
لن تحتاج حلقة خاصة جدا. بس أنا بعقب على تصريح باختصار، ترى الوزير أنا أعتبره المهندس عادل الفقيه صادق عندما قال صعبة، أنا لا أريد بعد وصدق معقدة. ليه؟ يعني الآن غازك سيب الله يرحمه قال أنا في وزارة الصحة نجحت أعطينا الدولة فلوس وأبني، معقد لأنه مرتبطة بالآخر، مرتبطة ما أنت مرتبط بالحكومة، الحكومة تعطيك. دكتور حمد هو قاعد يعمل دكتور حمد سرت في المجالس بعد ما عين الدكتور المهندس عادل الفقيه أنه من ضمن يعني أسباب التعيين نجاحه في خطة السعودة عندما كان في صفولة. إذا المهندس عادل الفقيه هو من يقول هذا التصريح في عندنا مشكلة. أنا أقصد لا يبسط المسألة يا أخي، لا يريد يقول توظيف السعوديين وتوطين الوظائف أمر سهل، لا يريد يعطيني مجرد يعطينا القمر بيد والشمس بيد وليس، لكن بس ترى الآن هم يعني قال معقد، وترى عمل النطاقات إذا نجحت هذه ونظام حافز، أنا قصدي ما توقف عند كلمة معقدة. بس أنا والله أنا لا دكتور بيكون صادق، بس كلمتك إذا نجحت نطاقات إذا إحنا لا إحنا قاعدين من 20 سنة نجرب من مشروع إلى مشروع، تجارب لن تنجح، وأنا قلتها وكتبت الأسبوع الماضي. طيب على طاري حافظ لن ينجح، على طاري حافظ وساهر في عندنا فاصل. طيب. أشكركم الحقيقة دكتور حمد القاضي، أشكر دكتور سليمان العريني، سعيد فيكم. فاصل ونعود لكم بعد قليل.